الهدف من الإنشاء هو توفير وإنتاج اللقاحات الخاصة بالحيوانات. لعبت دور جد محوري في الحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك بتوفير اللقاحات للسلطات المعنية من أجل القيام بحملة لقاح جماعية. هذا الدور الآن أنه تعدى الحدود الوطنية، بل أن الشركة ولات كتلعب واحد الدور محوري، ولات كتلعب دور ديال الدبلوماسية الموازية، بما أن اللقاحات المنتوجة في المغرب الآن موجودة في الأسواق الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وهي لقاحات ذات جودة عالية. اللقاحات المنتوجة في المغرب فهي لقاحات اللي كيتم التطوير ديالها ابتداء من التشخيص ديال الأمراض الموجودة في المغرب، ويتم تطوير اللقاح بمعنى أنهم لقاحات ذات فعالية وذات جودة عالية. فاليوم تم توقيع هذه الاتفاقية مع معهد الحسن الثاني وزير العون والبيطرة من أجل إعطاء دينامية جديدة للبحث والتطوير في مجال الطب البيطري، وخاصة في إطار اللقاحات المتعلقة بالصحة الحيوانية. هذا اليوم تم التوقيع على واحد اتفاقية بين معهد الحسن الثاني والزراعة والبيطرة وبين لاسوسيتي بيوفارما لإنتاج هاد لاسوسيتي اللي مخصصة في الإنتاج ديال الأدوية البيطرية البيولوجية. وهاد الاتفاقية كتهدف إلى تطوير البحث العلمي في مجال الأدوية وفي مجال تصنيع الأدوية للمحافظة على صحة الحيوانات في عندنا في البلاد. وكذلك بالنسبة لهذه الاتفاقية كتهدف كذلك تقوية العلاقات مع الدول الإفريقية في المؤسسات في الدول الإفريقية باش نخدموا على المسائل اللي كتهم الحالة الحيوانية في البلدين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.